بطولة جديدة ب$10,000 من تنظيم اليوتيوبر الشهير والستريمر بينجي فيشي، وحدث دومزداي تم كشف الموعد تبعه وتم ظهور الساعة بغرفة مايدس وباللوبي الخاصة بفورتنايت. فاليوم بدي احكي لكم انت وقت الدومزداي اللي حيصير معنا والحدث النهائي تبع فورتنايت، ولا احكي لكم كيف تشارك ببطولة البينجي فيشي اللي هو منظمة على $10,000. انا نعيم من قناة نيمو، كيفكم اصدقائي؟ عيد سعيد عليكم يا رب بمناسبة عيد الفطر المبارك اللي قادم علينا. هاي خلصنا رمضان ورب العالمين ان شاء الله يتقبل طاعتكم وصيامكم. حاولوا تضلوا بالبيت قد ما بتقدروا بهاي الفترة بهذا العيد، بس هالسنة بس نمضيها على خير حماية إلنا وحماية لأهلينا بالبيت ولقرايبنا. يا رب هيك يكون عيد سعيد عليكم، ويلا نفوت على المقطع. اول شيء رح بلش لكم بالبطوله الخاصه ببينجي فيشي. هاي البطوله يا شباب اليوم اعلنوا عنها انه ان شاء الله رح تكون معنا هاي البطوله يوم الاربعاء الموافق 27/5 بهذا الشهر. ان شاء الله رح يكون معنا بطوله جديده من تنظيم بينجي فيشي، والجوائز اللي هي يا شباب اول شيء $5,000 المركز الاول، والمركز الثاني $3,000، والمركز الثالث $2,000. البطوله الصراحه حلوه وبتستحق، بس في شغلة انه هلأ الناس معظمها ما لح تعرفها. هلأ لحنا اتفقنا انه هي 27/5/2020 موافق يوم الاربعاء، لحد الان لحنا هم متفقين انت اليوم. بس بالنسبة للوقت لو انت بتشوف الاعلان الرسمي لهي البطولة بتلاقي وقت غريب اللي هو اسمه 8CST. شو هذا الوقت؟ هذا الوقت الخاص بالسنترال المركزي، يعني بتقدر تقول انه الوقت العالمي او الوقت النصفي او المركزي يعني. المهم ما لنا بهذا الحديث كله، انا جبت لكم انت المواعيد بالضبط يلي مكتوب بالبوستر الخاص بهذا الاعلان، انه هي لح تكون الساعة 4 للساعة 7 اول راوند، يعني الجولة الاولى من الساعة 4 للساعة 7، والجولة الثانية لح تكون من الساعة 8 للساعة 11، كلها بعد الساعة 12 الظهر طبعا لحنا عم نحكي. بس لحنا لحد الان عم نحكي التوقيت السي اس تي اللي هو السنترال. انا هلا جبت لكم الوقت المضبوط بالنسبه للسعوديه. بالنسبه للسعوديه يا شباب بالنسبه للساعه 4 العصر اللي هي اول راوند اللي حتاهلك على الفاينل، رح تكون معنا ان شاء الله الساعه 12 بتوقيت السعوديه، وبالنسبه للفاينل رح يكون معنا ان شاء الله الساعه 4 بتوقيت السعوديه. لحد الان وضعنا تمام، يعني بتكون الساعه 8 بالنسبه للسنترال، بتكون الساعه 4 بالسعوديه للفاينل. بين الراوند الاول والراوند الثاني في 4 ساعات. بتمنى هيك يكون فدتكم مظبوط. هاي الصورة ظاهرة امامكم انت التوقيت بالضبط بالنسبة بين السعودية وبالنسبة لبين السي دي تي اللي هو وقت السنترال. تمام لحد الان عرفتوا انت الوقت. اي شيء بدك اياه اكتب لي تحت بالكومنتات وانا بساعدك ان شاء الله باسرع وقت ممكن فيه. وخلينا هلا نحكي كمان بالنسبه كيف تسجل بهي البطوله. مثل ما ظهر امامك بالصوره، هاي الصوره من موقع ايبك جيمز الرسمي. انا رح اترك لكم تحت رابط بالديسكريبشن كيف تفوت على هاي البطوله وتتاهل انت فيها ان شاء الله. اول شيء بتفوت على هذا الرابط اللي تحت بالديسكريبشن حاطه انا. كل عليك انك انت لما تفوت على الموقع تبعه بتلاقي هذا الزر الرمادي لونه اصفر مثل ما ظهر امامك بالصوره. مجرد ما انك انت تلاقي لون اصفر لازم تكون مسجل حساب الايبك جيمز اللي انت بتلعب فيه فورتنايت الرسمي، يعني لا تحط اي حساب تاني بعدين تفوت على فورتنايت من غير حساب وما تقدر تلعب. لازم تكون مسجل بالحساب اللي انت رح تلعب فيه. بتفوت على موقع ايبك جيمز، تكبس على الكبسه الصفراء، بتتحول للون الرمادي مثل مظهر امامك بالصوره. انا صارت عندي رمادي لاني سجلت فيها لهي البطوله، وهي البطوله مع الاسف رح تكون للسيرفر الاوروبي فقط، يعني الناس اللي بالميدل ايست ما رح تقدر تشارك، وممكن تشارك بس على بينج عالي. ومثل مظهر امامك بالصوره هاي هي مكان الحدث وين اللي حتلاقيه. بتفوت على قائمه الايفنت اللي هي بجنب اللوكر بجنب البطل باس بفورتنايت، بتلاقيها ان شاء الله باسم اليوتيوبر والستريمر اللي نظمها. هذا الشخص هو ينظمها، رح تلاقيها جوات فورتنايت ورح ينفك القفل عليها مثل كل البطولات، ويبقى لها وقت معين لحتى تقدر تفوت عليها، بس لازم تكون عامل الشروط وفايت عليها بالموقع الرسمي ومسجل فيها. لحد الان هون وضعنا تمام بالنسبه للبطوله وشرحت لكم كل شيء عليها، بس ما شرحت لكم بالنسبه كيف رح تقدر تتاهل وشو هن النقاط وشو لازم تعمل لتتاهل. مثلا خلينا نعطي مثال، بالنسبه للوين بتاخذ 7 بوينت، بالنسبه للتوب 2 بتاخذ 4 بوينت، وبالنسبه للتوب 3 بتاخذ 2 بوينت، وبالنسبة للتوب 4 على توب 50 بتاخد 1 بوينت، وبالنسبة للأتلة بتاخد 2 بوينت. هيك هي بتنحسب البطولة. البطولة اللي حتكون عن نقاط كأنك عم تلعب بطولة كأس العالم، وعم تلعب بطولة عالية جدا، يعني بجوائز كمان عالية بالنسبة 5000 أول واحد، وتاني واحد 3000، ثالث واحد $2000. مبالغ حلوة جدا بالنسبة لإلنا. فيلا حدا يفوت على هاي البطولة وهيك إن شاء الله واحد عربي يربحها ويورجي شو إحنا العرب شلون نلعب على بينج 80 ومنجيبها. هو هذا الشيء صعب لأنه كل الناس عم تلعب على بينج 20. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. وخلينا هلا نحكي بالنسبة لجهاز دومزداي وتوقيته. جهاز دومزداي يا شباب دخل معنا بالمرحلة الثانية اللي هو تم تشغيله، وهلا بقى عم نستنى المراحل اللي بعدها،
وهي الكبسولات اللي عند الاجنسي بلشت تطلع دخان، خلص فتنا بالمرحلة الثانية وبلش اشتغل جهاز دومزدي ويجمع طاقة وبلش يتكون السحاب فوق الاجنسي وبلش معنا التوقيت بالضبط. هلا بالنسبة للتوقيت، التوقيت ظهرت معنا هاي الساعة صفيان 7 ايام، لو انت اجيت حسبتها 7 ايام لح يكون ان شاء الله يوم السبت الموافق 30/5/2020، تمام؟ 30/5/2020 الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والساعة 8 مساء بتوقيت مصر. ها هي الاوقات بالنسبة لمصر والسعودية، واي شيء تحت بالكومنتات برد بقلك اكتب لي وانا بساعدك، تمام؟ لحد الان عرفنا انت وقت الدومزداي وانت الايفنت رح يصير معنا بالنسبة لمايدس، وانت رح تنفجر الخريطة، وانت رح يصير معنا الفيضان او التسونامي مثل ما عم يقولوا، الله اعلم شو رح يصير لحد الان ما بعرف. وهي بعض الصور بالنسبة لجهاز الدومزداي اقرب الى شلون صار شكله وشلون بلش يتوهج، ومتوقع انه يختفي من هون الجهاز ينتقل معنا بالخريطة لبرا، متوقع يضل جوا بس تتفجر الايجنسي من تحت الارض او شيء مثل ما صار معنا ايام المكعب. هذا هو بالنسبه لجهاز دومزداي وانت الوقت تبعه بالضبط، ورح احكي لكم كمان عن شغله ثانيه اللي هي بالنسبه للاداه اللي انت بتعرف انت الوقت. انا رح اترك لكم تحت رابط بالديسكريبشن، رابط بتفوت عليه بورجيك عداد مثل مظاهر امامك بالصوره الدومزداي ايفنت، يعني حدث الدومزداي انت اللي حيكون معنا مثل مظاهر امامك، انت اللي حيكون معنا بعد كم ساعه وكم ثانيه. هذا الشيء ما بيعتمد على الوقت ابدا، ولا على وقت بلدك، ولا على وقت البلد الناس اللي صمموا هذا الموقع. هذا الشيء بيعتمد النسبة لك انه هو العد التنازلي للإيفنت، يعني بالنسبة لو كان صفيان 5 دقائق لح تكون عنا الساعة ان شاء الله 8:05 الا 5 دقائق، بالنسبة للسعودية لح تكون الساعة 9 الا 5 دقائق. هذا العداد بس بيورجيك انت الإيفنت لح يبلش، ما دخلوا باي وقت من البلدان، كل عليك انك انت بتفوت على هذا الموقع بتشوف كم يوم صفيان له وبتطلع بس، او كم ساعة او كم دقيقة. ولو بدك تعرف انت بالضبط اسمع انت انا عم بحكي بالضبط، بالنسبة للسعودية الساعة 9 وبالنسبة لمصر الساعة 8 ان شاء الله يوم السبت رح يكون معنا هذا الايفنت 30/5، تمام؟ لحد الان اي حدا عنده اي تعليق بالنسبة للاوقات او للمساعدة اي شيء بدك اياه اكتب لي تحت بالديسكريبشن، وان شاء الله انا بحاول ساعدك اكتر واكتر. وبتمنى هيك يكون عجبك الفيديو واستفدت ببعض المعلومات. كل الدعم بالايتم شوب نيمو 9، وشكرا لك اذا كملت المقطع للاخر، وبرعاية الله.